وإذا نتحدث عن الأسماء الكبيرة لابد بأن نبدأ بماجد عبد الله. لابد بأن نبدأ بماجد عبد الله جوهرة العرب، السهم الملتهب بليل الصحراء، تاريخ عظيم يصعب ذكر اسمه دون التطرق لأرقامه الخرافية، إنجازاته، بطولاته. ماجد لو تتحدث عنه 90 يوم لن توفي حقه. ترك خلف تاريخ يفتخر به كل سعودي وكل نصراوي بل كل عربي. أهدافه تدرس، أرقامه عاجز الخبراء عن عدها. الكرة بتعود الآن والمحاولة وصلت هذه أمامية، عادت مرة أخرى، تمريرة خلف المدافعين وصلت سهلة، وهنالك أيضا راية وتسلل. هذا النصراوي الصغير، أنت ما لحقت على ماجد، ما استمتعت بأرقام ماجد. هداف الدوري السعودي 6 مرات، هداف بطولة كأس الملك 4 مرات، هداف كأس الخليج للمنتخبات 82، هداف بطولة مجلس التعاون، هداف العرب، هداف القارة الآسيوية، أفضل لاعب في القارة الآسيوية في 84، والوصيف في 89، والثالث في 88، أفضل وأشهر لاعب في تاريخ الكرة السعودية في استفتاء كان من شركة أمريكية في 2008. أكثر لاعب حقق لقب الهداف، أرقام عديدة وإنجازات صعب ذكرها في 90 دقيقة فقط. الكرة بتعود.